تحصد للجامع الكبير. عشرين سبعة 29 تموز 2011. معكم من وراء الكاميرا المندس خالد محمود. المصلين من الجامع الكبير في بلدة بنش في محافظة إدلب. 29 7 29 تموز 2011. بلدة بنش في محافظة إدلب 29 سبعة 29 تموز 2011. هذه اللحظات الأولى لخروج المظاهرة في بلدة بنش. يتوجه المصلين الآن إلى ساحة مدينة أو بلدة بنش في محافظة إدلب يوم 29 7 29 تموز 2011. معكم من وراء الكاميرا المندس خالد محمود. هذه ساحة الشهيد وجدي الصادق. أغصان الزيتون في الأيدي. المتظاهرين يحملون أغصان الزيتون والورود للجيش. فماذا يحمل الجيش والأمن والشبيحة للمتظاهرين؟ أهي البنادق والنار؟ أهي القنابل؟ المتظاهرين يحملون في قلوبهم الحب والود للجيش والأمن. فماذا يحمل الأمن والشبيحة والجيش للمتظاهرين؟ أهي القتل؟ بشار كما صوره أهالي بنش.
شكرا قناة الجزيرة لتغطيتك المستمرة، شكرا قناة العربية لأخبارك الحقيقية، شكرا لوصال وصفا للمواقف والوفاء، شكرا قناة السوري الدنيا، القناة السورية والدنيا، أنتم الوحيدون الذين كشفتم كذب النظام. هذا ما كتبه أهالي بنش. عزبالي ان شاء الله، عزبالي عزبالي لاولي الحاوي. عملك صار لازم تروح تطير يا خاين. أيوة يا ورجينا ليش انا بطير يا اخي بين المتظاهرين. عملك عزبالي على الحاوي ورجينا يا الحاوي. الله اكبر على الحاوي.